أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم احسبها صح. بحلقة اليوم رح نبعد عن المواضيع التغذوية الجادة ورح نلتفت للجزء العملي اللي ولي فيه كمان أفكار وإبداعات بتساعدنا لحتى يكون نظامنا صحي وأكثر مرح واستمتاع. لهيك رح يكون موضوع حلقتنا لليوم هو أفكار صحية ومرحة لإعداد الطعام، ورح تكون ضيفتنا الشيف صبرين مشعشع لحتى تحكي لنا عن برنامج نادي الطبخ اللي من خلاله بيعلموا الصغار والكبار كمان، بيعلموهم كيفية تحضير الطعام وكيفية إعداد الطعام وإتيكيت المائدة، كمان عشان تحكي لنا بعض أفكار وبعض طرق صحية بسيطة لكم ولأطفالكم حتى تستفيدوا منها، وتكون هاي الأفكار بسيطة وسهلة وإن شاء الله طبعا بتعجبكم. أهلا وسهلا فيكي صبرين مشعشع. أهلا فيكم. بداية صبرين، خبرينا من وين إجت فكرة نادي الطبخ وكيف بلشت؟ الفكرة أول شيء بلشت يعني من عندي أنا، من حبي للموضوع. أول شيء أنا شيف، ده أخذت كتير دورات ودرست الموضوع من كل يعني كل شيء بيخص المطبخ والطبخ درسته، وحبيت أطور هذا الإشي وأحققه، ففتحت الكيتشن كلاب. حسيت انه الاطفال هون في البلد بحاجه لإشي جديد، الستات بحاجه لإشي جديد، وحاليا كمان الشباب يعني عمال منطور بالموضوع، فكله مع بعض اجى من حبي لموضوع الطبخ، وحبينا بنفس الوقت انه نعمل إشي جديد في البلد. هاي هي الفكره كلها. شو هدف النادي وتطلعاته؟ هلا النادي هو بيعطي دورات في الطبخ وإتيكيت المائدة لكل شرائح فئات المجتمع، يعني شباب وأطفال وستات، صبايا، يعني التين إيجرز اللي هم 14-15-16، كل هدول كل شرائح المجتمع يعني عملنا لهم هاي الدورات لكمان هم يستفيدوا وياخدوا إشي جديد يضيف لهم لحياتهم إشي جديد. يعني كل حدا بحب الموضوع الطبخ، كمان حبينا انه نشركه بدورات جديدة وغريبة. اهدافنا نطلع شفات لسوق العمل، اهدافنا نخلي ستات كمان من اللي حابين يطوروا مهاراتهم، من اللي عندهم الخبرة وما عندهم شهادات حابين يفتحوا البزنس تبعهم الخاص فيهم، كل هدول فتحنا لهم المجال لنعطيهم دورات وياخذوا شهادات مصدقة من التربية والتعليم العالي ومن وزارة العمل لأنهم يزاولوا هذه المهنة. شو بضيف هيك نوع من البرامج أو النوادي من ناحية صحية وثقافية للأفراد اللي بيجوا على النادي؟ هلا أول موضوع كتير بضيف للأطفال، بضيف للستات وبضيف للشباب. بس الأطفال خلينا نقول يعني أنت لما بتشوفي طفل من عمر 3 سنين لعمر 13 سنة، هاي الفئة اللي كانت بالتقرير اللي صورته، هدول بيطبخوا فعلا من الاي تو زد يعني بايديهم. احنا ما بنتدخل الا طبعا بالتعليمات، كل ولد له الجاد تبعه بيشتغل فيه، بينتج هو بايده، يعني عجينته بتكون مثلا بايده، وجبته بتكون من نتاجه هو بس باشرافنا احنا. فهذا الاشي بيزيد من ثقه الطفل بنفسه، بفيده من عده نواحي، نفسيه له قديش هو بتزيد ثقته بنفسه، من ناحيه صحيه قديش الولد بيستفيد من الاكل اللي عم بيعمله، هو عمال بيعمل سلطات، عمال بيعمل اشياء وجبات رئيسيه له، فهون بيتعود على كمان انه يعتمد على حاله، فمن ناحيه صحيه، من ناحيه نفسيه، من ناحيه اجتماعيه بيتعرف على اطفال جداد. كل النواحي هاي بتفيد الاطفال بهذا العمر انه احنا قدرنا نعمل إشي جديد، زي ما ماما بتعمل بالبيت احنا قدرنا ننتج ونعمل، وكمان بفيدهم هذا الإشي في بيوتهم انه يعتمدوا على حالهم، مش ماما كل إشي تعمل لنا، بالذات الاطفال اللي صار عمرهم 8 و9 هم عم بيعملوا سندوتشاتهم لحالهم ببيتهم، فهذا الإشي كتير بفيدهم. ومن ناحيه الستات يعني في ستات كتير بحبوا الموضوع وحابين انه يطوروا حالهم، فعملنا دورات لاشياء كتير هم بيلاقوها ممكن صعبه سهلناها عليهم، بوجبات رئيسية، بسلطات، بحلويات، أعطيناهم الأساس كيف يمشوا، تفاعلات المواد اللي بتصير،
كل هذه الأشياء كانت مفيدة كتير للستات وبياخدوا وراها شهادة. حاليا جديد هذا الاشي صار انه نعطيهم شهادة في الموضوع. بالنسبة لدورة الشيف، دورة الشيف مجالها كتير كبير، بناخدها ب 160 ساعة تدريبية اللي هي بتكون بمنهاج نظري وعملي، بيستفيدوا منها انه بيتعرفوا على مطبخ عالمي، على حلويات عالمية وحلويات عربية، مطبخ شرقي، كتير شغلات احنا دخلناها بدورة الشيف. هون بيطلع الشيف بيعرف مش بس يطبخ، بيعرف الأساس اللي هو بيشتغل عليه. يعني هاي الأشياء ممكن في كتير عندنا هون شفات بيطبخوا بس ما بيعرفوا أسماء علمية ومصطلحات علمية، بيعرفوا يطبقوا بس ما بي... هذا الإشي الدورة اللي احنا عملناها كتير كتير مفيدة. يعني احنا لامسين هذا الإشي من خلال احنا طلابنا لما بنروح بنزور أي أوتيل، يعني بيحسوا وبيلمسوا قديش هدول الطلاب اللي عندنا عندهم ثقافة كتير بهاي الأشياء. هذا طبعا إشي مهم. طبعا أكيد كيتشن كلاب استضاف طاقم البرنامج حتى يقضوا يوم مع الأطفال وهم عم بيحضروا بعد الوصفات. هناك كمان تعرفوا على آراء الأطفال شو استفادوا وكيف كانت تجربتهم. خلينا سوا نشوف التقرير التالي. احنا اليوم بدنا نعمل مجدرة. المجدرة هي أكلة فلسطينية صح؟ وغنية بكتير فوائد، فإحنا عشان هيك لازم نعمل اليوم المجدرة وشو مكوناتها. مين بيعرف؟ مين بيعرف شو مكونات المجدرة؟ يلا محمد أحمد. عمر عمر يلا. عدس ورز بصل. برافو. وإيش بناكلها مع إيش؟ مع سلطة. واليوم وسلطة مكوناتها ايه؟ خيار وخس وبندورة. اليوم نعمل نقدر نحط بصل معها، بندورة وبصل. في ناس كتير بيأكلوها بندورة وبصل، عشان هيك صح. فعشان هيك احنا اليوم بدنا نبلش، وكل يوم اليوم بدنا كل واحد بده يكون عنده أداته الخاصة فيه اللي هي الغاز والطنجرة تبعته. بدنا نشتغل بجروب ليو اثنين اثنين. يلا خلينا نبلش. بدنا نحط زيت بالطنجرة، لكل واحد يحط بس شوية زيت بس. هاي شو عطيني سريع سريع. انا جيت عندك عمر. يلا نحط لكم العدس عشان تقلوه. يلا نقليه شوي، بعدين بدنا نسلقه صح. انتوا بتقلوه خلص، ما بنحركه هلا، بنغطيه عشان ينسلق. يلا هلا بنطلع، بنطلع على الطنجرة إذا العدس شرب كل المي. اذا شرب كل المي لازم نحط له شويه مي كمان صح. مرحبا. مرحبا. ايش اسمائكم؟ انا لانا. انا لمار. اهلا يا لانا ولمار. احكوا لنا شو قاعدين بتسوي اليوم؟ عم بنقسم البصل عشان ليا. عشان ليه؟ ليه؟ عشان نحطه مع المجدرة. عملت مجدرة اليوم، ايش تعلمت مع المجدرة لازم نسوي؟ لازم نحط عدس ولازم نحط معها مي نغليها عشان تصير قطرة. وايش فيها فوائد المجدرة؟ فيها الحديد وفيها الفيتامين. ايش فيها يا لمار؟ يا لمار كمان؟ بروتينات وفيتامينات وألياف. ألياف، برافو. ايش هاي الريحة اللي هون؟ نقلب
فصل ولما قطعتوا عيطتوا؟ ها؟ طيب قولوا لي كيف كانت تجربتكم في الكيتشن كلاب؟ حلوة حلوة؟ ايش استفدنا أكثر إشي منه؟ نتعلم الطبخ وكيف نعمل أشياء حلوة وأشياء. إيش أكثر طبخ حبيتيها؟ بس ما أنا جديدة مشكلة أشياء منها منها الكيك بولز. الكيك بولز حلو. طيب وإيش كمان إيش أنت أكثر إشي حبيتيها؟ كيس ما بتحب السلطة يعني؟ لا زي مين أذكى السلطة ولا الكيك؟ تنين هلأ رح نروح نشوف مجموعة الأولاد الصغار كتير اللي هم أصغر من 8 سنين اليوم عملوا كوكيز مالح ورح يتعلموا كمان كيف يدهنوا الكيك الإسفنجية بالكريمة رح يتعلموا هاي الأفكار الجديدة اللي هي بسكوت مالح لأنه إحنا دائما متعودين على البسكوت يكون حلو كيف يدخلوا له أشياء جديدة وأفكار جديدة عطيني يا لزة ها أيوه هاي خلاص هيك وهاي ابيض بدك خليها على جنب بدك تاكلها كلها بعد ما شفنا التقرير وقديش الأطفال كانوا مستمتعين ومبسوطين في تحضير الطعام وكمان قديش استفادوا وقديش زادت عندهم الثقافة والوعي وأكيد هذا كله بيرفع من مستوى صحتهم ووعيهم. هلأ بدنا نناقش بعض الأفكار والطرق اللي من خلالها نقدر ننشر هذا الوعي ونسهل على الناس عمل أكل صحي ومفيد لهم لأطفالهم ببيتهم. بما أنه أنت تعرف يعني هلأ إحنا بنعيش بعصر الأكل الجاهز والسريع ويعني أسرع إشي عند الأطفال واحد يفتح باكيت شيبس أو شوكولاتة ياكلها ممكن يعني تخليه عنده أسهل من إنه يعمل وجبة ما بتكلفه أكثر من 10 دقائق. عشان هيك شو أهم المواد الأولية اللي لازم تكون موجودة بكل بيت أو بكل مطبخ دائما لتحضر أكل سهل وصحي وسريع؟ شوفي هو في كل بيت موجودة الأساسية دائما الخضار وال يعني الطحين واللحوم هاي موجودة في كل بيت يعني احنا بنقدر نبتكر من كل شيء عندنا شيء أكلة على هو الموجود عندنا بالبيت احنا ما بنقدر يعني مش كل شيء مثلا مرات كتير ناس بتيجي تطبخ بتلاقي المكونات فيها شيء مش موجود او ما بتعرف اسمه تلغي كل الأكلة لا هي السلطة نقدر نعمل سلطة بشو موجود عندنا لو خس وراء يعني أي إشي أخضر نقدر نعمل سلطة الأعشاب للأطفال نفسهم حتى بيبسطوا عليها هو بيعتمد كيف شهية الطفل وقابليته يعني هون بس إحنا إجمالاً بنحاول ندخل للأطفال إشي اللي هي خضار فواكه كل شيء صحي للأطفال بنحاول ندمجه بطريقة حلوة كتير يعني مثلاً الأطفال بيحبوا بيتزا دايماً مفهوم البيتزا نخليهم يعجنوا بإيديهم كاسة طحين نص كاسة طحين لكل وجبة طفل أصلا عشان هو كمان يحس إنه هو عمل وجبته بإيده مندخل لهم ثقافة البيتزا بس بإشي صحي بيتزا البقول بيتزا السبانغ يعني أنواع جديدة من البيتزا يعني إحنا أول مرة عم نسمعها بيتزا السبانغ بيتزا الملفوف يعني هدول وتبولة بنفس الوقت يعني إحنا بنعمل تبولة من الملفوف
وبيتزا، بنعمل بيتزا السبانغ وبنعمل منها تبولة. يعني هاي الأشياء كلها بنعمل بيتزا بصلصة البندورة الفريش وكمان بنعمل منها تبولة. فهيك هدول التنين إنه الأطفال بيعملوا السلطة والوجبة بإشي صحي بمفهوم هم بيحبوه اللي هو البيتزا. فكتير حسينا رواج، وحاليا بنشتغل مع المدارس على هذا الإشي إنه ننشر ثقافة الأكل الصحي بين الأطفال من خلال إنه ندخل لهم هاي الأسماء الجديدة والأكلات الجديدة. طيب شو في أفكار وطرق صحية وبسيطة بنفس الوقت بإعداد الطعام؟ زي ما قلت يعني ممكن الواحد بيتعلم كيف يدمج العناصر مع بعضها زي ما أنت شوي من شوي حكيتي ويبتكر أنواع جديدة من الوجبات زي ما حكيتي عن بيتزا السبانغ والملفوف. تحكي لنا أكثر بخصوص هذا الموضوع. هلا شوفي الوجبات اللي إحنا يعني أي أم تقدر تدمج لطفلها المكونات في بعض لإشي بحبه. مثلا هو بحب العدس ما بحب الحمص، بتقدر تحط له العدس مع الخس مع كل شيء، بتدمج خضرة مع بقول، هون سلطة صحية. أصلا الطفل وراها بيكون شبعان لأنه هي بحد ذاتها وجبة كاملة متكاملة. يعني فيها حبوب ونشويات، الحبوب فيها نشويات اللي هي بناخدهم من الرز أو الخبز نفس الإشي، بس بنمرق للطفل مش إنه كل هون وكل هون لا، هو بيأكل وجبة واحدة تحتوي على كل العناصر الغذائية. مزبوط. صح، اللي هي سلطة البقول اللي احنا كمان اشتغلنا مع مدارس، مدرسة النجاح خلينا نقول، اشتغلنا فيها مع أطفال الروضة كلهم اللي قدرنا نمرق هاي الثقافة. يعني من خلينا نقول من بين 100 طفل 10 يمكن ما أكلوا، فهذا بحد ذاته نجاح، بيكون إنه مرقنا الثقافة. أكيد رح يطلع عنا حدا بيقول ما بحب، لأنه إشي جديد لإله لما يشوف العدس والفاصوليا مسلوقين داخلين جوات السلطة ما رح يتقبلها الطفل، مش كل الأطفال بيتقبلوا. بس لما ننكهها، لإحنا كيف ندخل هذا الإشي للأطفال ويتقبلوه؟ من فرجيهم إيش الأطعام، حامض وحلو ومالح. هلا هم عادة بحبوا الحوامض الأطفال، فبنحط السماء على البقول قبل ما نضيفه للسلطة، فهيك بيصير الطفل يدوق، بنخليه يدوق الطعم بحس إنه فعلا في إشي جديد حبه، فبندخله هيك شوي شوي، دوق شوي من هون، بدنا نحط لها كمان شويه ملفوف، بنحط من هون بندوره، وبنخليه يدوق في كل مرحله. هذا طريقه تشجيع الطفل على تناول الاكل الصحي. ممكن كمان الصبغات والالوان تلعب دور بتشجيع الطفل. لا، هو شوفي في إشي صحي، في صبغات صحيه، احنا بنقدر ناخذ كمان صبغات من الشمندر، صبغات من الجزر، صبغات من السبانخ، نقدر هيك نصبغ الاكل. يعني ميه السبانخ بنقدر نستفيد منها، الشمندر بنقدر نستفيد منها. كمان في صبغات لشركات عالميه هي هيلثي صحيه، ما فيها اي اخطار جانبيه للاطفال يعني لضرهم، لانه الصبغات احنا بنعرف عليها تحفظات كتير كبيره انه بتاذي الاطفال. بس في احنا عمال هلا بنشتغل جديد بصبغات اللي هي بناخذها من الاكل، او صبغات فعلا صحيه. طيب كيف بنقدر احنا نستبدل بعض العناصر الغير صحيه بعناصر اخرى صحيه لنخلي هاي الاكله او بعض الوجبات الخفيفه اكثر وافضل صحيا؟ يعني خلينا اعطيكي فكره كيف نقدر نستبدل. احنا عاده بنعمل للاطفال، يمكن زي ما بتشوفوا كمان شوي بصور من عندنا، الموز مع الكورن فليكس مثلا. الكورن فليكس بنقدر نشبه للاطفال بالشيبس. الموز فاكهة كتير بحبوها الأطفال، فإحنا كمان منحط الموز منخليهم يقطعوا الأولاد. بمر الموضوع دايما، بدك أنت تشجع الطفل، بدك تخليه يمر بمراحل شغل لنحببه في الموضوع ونربطها مع بعض الأشياء. يعني الكورن فليكس شيبس هو صح، بس بنشبهه لإلهم بالشيبس. والموز بنحطهم مع بعض مع عصير البرتقال أو أي نوع تطلي، بنحطه بنخلي بغلفوا فيه الموز بعد ما يقطعوه، وبعدين بلبسوه بالكورن فليكس، فهو هيك بصير وجبة صحية أخذها الطفل، ما في إلا أخطار، بالعكس إلا فوائد كتير كبيرة. فيعني هاي واحدة من الأشياء اللي بنعملها إحنا مع الأطفال. مزبوط. ممكن الشكل كمان يلعب دور. طبعا يعني الطفل بيتقبل هذا الشيء. صح، هلا هون احنا بنشتغل، بنحط بنقول لهم بدنا نحط الموز مع الكورن فليكس، مرات بنحطه مع بسكوت اذا يعني في اولاد ما بدهم الكورن فليكس، مرات بنعمله مع ارشله مطحونه بس بننكهها بشغله انه بحطوا عليها الشوكليت سيرب. يعني هذا هاي الاشياء كلها بدك انت تغري الطفل كمان، لانه
ينجذب لهذه الأكلة. يعني الموز صح مفيد والكورن فليكس مفيد وكله مفيد، بس في إشي بحب الطفل اللي هو الشوكولاتة، اللمسة الأخيرة اللي بنضيفها إحنا، هي ما رح تأذي كتير بس هي بتشجعه على إنه يأكل هاي الوجبة. طيب خلينا هلا انا وياكي سوا ننتقل لنشوف الصور اللي حضروها الاطفال بكيتشن كلوب عشان تحكي لنا شوي عن بعض هاي الوصفات. زي ما احنا شايفين على الشاشه اول صوره عندنا اللي هي سلطه السبانغ والتفاح. هاي السلطه حبينا ندمج فيها خضار مع فواكه عشان نفرج الاطفال انه فيش شيء صعب. كانت تجربه كتير حلوه، يعني احنا استغربنا كتير انه قديه الطعم حاز على استحسان الأطفال، يعني كتير انبسطوا عليه إنه ميس كيف نحط تفاح مع سبانغ ومع خضار. بس كانت فكرة كتير حلوة وناجحة إنه إحنا هيك دخلنا السبانغ. الأطفال ما بيأكلوا كتير، بيخني ما بيحبوا كتير، بالإقراص مش الكل بيحبوا، فإحنا حاولنا ندخله هون سبانغ مع تفاح ومع بقية الخضار، كانت كتير ناجحة. قوارب البطاطا، كيف قوارب البطاطا طبعا إحنا من اسمها قوارب، حبينا نغري الطفل بإشي جديد. هو يمكن بشوف هاي الأكلة بإشي تاني بالبيت، بس هو حطينا له فيها أشياء بحبها. حطينا له فيها الذرة والزيتون والجبنة اللي يقدر الطفل يأكل. هون بده يأكل نشويات، بده يأكل أشياء بحبها، فبده يشتغل شوي، بده يحفر البطاطا، بدنا نسلق، بدنا ندخله مفاهيم هون. دخلنا للطفل مفاهيم السلق والتقشير وتقوير حفر، كيف بده يحفر البطاطا وكيف بده يحط جواتها الأشياء اللي بحبها، كيف بدنا نحمر البطاطا، كيف كانت قبل، كيف دخلت الفرن، كيف صارت بعد. كل هاي الأشياء كانت كمان بهاي الأكلة كتير حلوة. وسلطة البقول، سلطة البقول حكينا عنها صح، بس هي فكرة إنه سلطة البقول يعني عدس، فاصوليا، مسلوق، فول، كله مسلوق. إحنا بنفرجي الأطفال كيف بيكون قبل، كيف بيصير بعد، بعد ما ننقعه، بعد ما نسلقه، كل هاي الأشياء بمر فيها الطفل مراحل. يعني هي بتصفي حصة نواحي علمية وحصة علوم وتغذية، كله مع بعض بندخله في نفس المادة. لما انت تشرحي للطفل كل الأبعاد تبعت هذا الطبق اللي بياكله، كتير هو بيكون مبسوط. طيب تحكي لنا زي ما احنا شايفين بالصورة كمان عن البطاطا والجزر والشراك، بخبز الشراك والبازيلا، صح. هلا كمان احنا هون في شغلة يمكن كمان احنا بناخد فيد من الأهل، اللي في شغلات زي البازيلا والجزر مش كتير الأطفال بحبوا يأكلوها. في أطفال كتير بتكون عندهم واو هاي الأكلة، في لا احنا حبينا انه ندخل هاي الشغلة بإشي بحبوه. فخلينا الأولاد يسلقوا البطاطا ويشوفوها كيف دابت وطريات، بعدين هرسوها، حطيناها بكب زي ما انتم شايفين بقوالب الكب كيك، انه خلص اشي بشكل بحسوا الاطفال انه رح يطلع هذا الشكل. بدك تحط الاكل بقالب يطلع منه شكل حلو كتير ببسط الاطفال. حطينا الشراء الخبز هذا اللي بحبوه كل الاطفال، حطيناه بصواني الكب كيك، وحطينا البطاطا والبازيلا. هون الطفل اكل كل الخضار وفوق جبنة، حسيناه اكل كل شيء لانه المنظر اعجبه. انت بدك تشتغلي على كل الحواس عند الطفل طبعاً. تشتغل انه عينه تكون مرتاحه، يشوف إشي ببسطه، الوان كتير بتريحه. يعني احنا المكان عندنا نفس الإشي كمان الوانه مريحه للطفل، الخضار كلها لما تدمجي الوان على الطاوله ليبدا يشتغل الطفل بالاكله، يكون في دمج لكل شيء، تشغلي له كل حواسه هون، بينبسط الطفل وبياكل. احنا بالنهايه بدنا ياكل وبدنا إشي يفيده بالنهاية من كل النواحي. حكينا أنا وياك عن الموز بالكورن فليكس، خلينا هلأ نحكي عن الجزر بأشكال مختلفة وكمان سندويشات بأشكال مختلفة. هلأ الجزر حاولنا أنه بدي أنا أعمل للأطفال إشي جديد بالجزر، فحبينا نعمل خليناهم يبرشوا، دخلنا لهم مفهوم البرش، تقشير، برش، تقطيع، كل هاي الأشياء مندخلها، خليهم يبرشوا الجزر بعدين يشكلوا الجزرة بعد ما برشوها ويحطوا لها عيون ويعني إشي فاني لإلهم بيبسطهم. فهم هذا الإشي عملوه، برشوا الجزر، شكلوا بالشكل اللي بدهم إياه، وبالنهاية أكلوها لأنه هم اشتغلوا هذا الإشي بإيدهم بيأكلوه. لو الماما عملته في البيت مش رح يأكلوه طبعا. بس هم بإيديهم هيك بيأكلوا. إحنا التجربة عندنا بحد ذاتها كتير مفيدة لأنه الطفل بيشتغل من إنتاجه، بنعطيه فرصة لتجربة واختيار، يعني بيجرب وبيختار. صح.
شيف صابرين، شكرا كثير لك وعلى المعلومات القيمه اللي اعطينا اياها، وكمان يعني شفنا هذا كله بشجع الاطفال ممكن يشاركوا او ممكن يصيروا يقلدوكم ويعملوا هذا الشيء. شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم. لهون أعزائي المشاهدين احنا بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم، بنشكر ضيفتنا صابرين مشعشع على المعلومات اللي اعطتنا اياهم. طبعا احنا بهيك بنكون استفدنا من الوصفات، وانتم كمان انتم اطفالكم استفدتوا ولقيتوا طرق بسيطه وصحيه لتجربوها ويكونوا اطفالكم اكثر قابليه لهذا الاكل. شكرا لحسن المتابعه والى اللقاء.